والحقيقة ان ما شاء الله الحاجة حلوة جدا، وانتوا طورتوا من نفسكوا قوي لدرجة ان حضرتك بتقولي لي انتوا بتصدروا برا مصر من 10 سنين اكتر كمان. هو اكتر يعني من 10 سنين احنا وقفنا من اول كورونا وكده، يعني كان في توقف شوية للحاجات اللي بتصدر والاستيراد وكده، لكن نأمل ان شاء الله ترجع الحكاية ان زي ما شاء الله. كانت. بس احنا البداية كنا كانت بنودي ازاي؟ ألمانيا. يعني البداية كانت ازاي ان انتوا تقدروا هي مكتبة تصدروا؟ كبيرة والله، اتكلمنا معاها وكده في ألمانيا، بتوزع في فروع كتير في ألمانيا، فكنا بنصدر لها بشكل خاص الورق والنوت والإضاءات. الورق بتاع الإضاءة اللي هو بيبقى شفاف، يعني ما في ورق ممكن أقدر أعمله خفيف قوي وفي ورق أعمله تقيل، ده كل حاجة ليها استخدامات، وده بيبقى متحكم فيه البيبر ميكر نفسه. أنا عايز ورق هعمل بيه إيه؟ انا عايز الورق ده لونه هيبقى شفاف ولا لا مش هيبقى شفاف، لونه الطبيعي يعني ينفع يتحط شابوهات، ينفع اعمله حاجات كتير، اشكال كتير الواحد عملها. فكنا بنبعت حتى اللي هو الورق الخفيف ده ومطبوع، يعني من تصميماتنا ان احنا ليا تصميماتنا الخاصه طبعا اللي احنا بنطبعها طريقه يدويه برضو سلك سكرين، فبنروح عاملينها على ورق، وهو بنصدر الورق، ورق مطبوع ورق ملون ورق ابيض بكل الاحجام. بتسوقوا له ازاي؟ بنسوق داخلي اللي هو في المعارض، يعني بنشارك، بنحاول نشارك في المعارض الموجوده، في السفارات، في حاجات كتير، يعني اي مكان ممكن بيدعينا ان احنا نشارك معاه طبعا بيبقى موجودين. في المعارض اللي هي الكبيره زي تراثنا او ديارنا ممكن بنشارك فيها. السياحة طبعا، يعني احنا في منطقة سياحية، احنا بيجيلنا كان بالموسم السياحي بالأوتوبيس السياحي بيبقى جاي خاص وعارف النافذة وعارف شغله وعايز يشوفه هو بيتعمل الورق ازاي، فكنا بيشرفنا طبعا ان احنا نستقبل سياح ويشوفوا طريقتنا عاملة ازاي، يعني يدخلوا ويشوفوا المراحل بتاعتنا عشان يشوفوا المنتج النهائي ممكن يعني يشتروه ويساعدوا ان احنا نستمر، ان احنا اما بيتشرى مننا حاجة بيساعدنا ده ان احنا نستمر. يعني زي في هاشتاج انا عاملاه بقالي سنين، ادعم النافذة واشتري ورقة.